السلام الله عليكم أحبابي المشاهدين الكرام. ملامح الشوق النبيل تتبدى على وجوه المواطنين المسلمين وهم يستعدون لاستقبال العاشر من ذي الحجة وبعد انتهاء شعيرة الحج المباركة وبعد وقوف الحجاج بيوم عرفة وبعد كذلك صيام يوم عرفة لغير الحجاج يستقبل المسلمون عيد الأضحى برحابة صدر وفرح فرحهم بتفريج كربة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه سيدنا إسماعيل حينما نرى في القرآن الكريم يقول تعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. هنا في هذه الآية يتبين قيمة قصص الأنبياء والغاية من سرد هذه القصص في القرآن الكريم وما هي العبرة التي يمكن أن يستفيدها الإنسان المسلم من هذه القصص. لنتحدث في هذا الموضوع معنا الأستاذ الفاضل الدكتور سيدي عبد الرزاق الوزقيتي عضو المجلس العلمي الأعلى خطيب جمعة بمسجد عقبة بن نافع بآسفي وهو مؤسس ومشرف المعهد العرفاني لتعليم القرآن والتعليم العتيق للعلوم الشرعية بآسفي. أهلا بكم أستاذي الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. هنا عبرة في هذه الآية التي ذكرتها حينما كان سيدنا إبراهيم سوف يذبح ابنه برؤية رآها وتكررت عليه أكثر من مرة ووقع نوع من الاستسلام سواء لسيدنا إبراهيم ولا لابنه سيدنا إسماعيل. عند ذلك جاء الفرج وهذا الكبش العظيم الذي كان أضحية وبعد ذلك أصبحت سنة مؤكدة لباقي المسلمين. إذا الغاية من هذه القصص أستاذي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لابد أولا من إيضاح قضية ربما تلتبس على الناس في قصص القرآن. قصص بالمعنى المصدري، نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه القضية هي أن كثيرا من الناس يظن أن هذه القصص تتكرر فقط من أجل التكرار، فنجدها تذكر هناك مثلا قصة آدم عليه السلام تكررت 7 مرات، موسى قصة موسى تكررت عدة مرات، قصة إبراهيم عليه السلام تكررت عدة مرات، إلا فيما يتعلق بالذبح ذكرت مرة واحدة في الصفات. فهل هذا التكرار هو شيء فقط لأجل التكرار عبثي؟ لا، هذا غير سليم، هذا يستحيل على كلام الله عز وجل أن يوصف بالعبثية. فكلام الله عز وجل هو جاء للعلاج وشفاء. تماما. هذا الشفاء يأتي عن طريق القصة في بعض الحالات كما في هذه القصة. هذه القصة تعالج خلل ما في النفس البشرية، تداوي ذلك المرض وتنزل الشفاء عليه. فلذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لو أخذنا هذا النموذج بلغ من الكبر عتيا وحتى إذا وصل إلى مرحلة الشيخوخة من وزوجه كانت وصلت إلى سن اليأس جاءته البشرى بأن الله سبحانه وتعالى سيهب له مولودا. فلو تخيلنا إنسانا كان يطمع ويطمح دائما في أن يكون له ولد وبلغ هذا الطموح به إلى أن انتظر 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 إلى سن الشيخوخة، في حالة الشيخوخة جاءه الله تعالى أو أنعم الله عليه بالولد وبشره بهذا الغلام وقادر لشيء أن يقوله كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم، حتى إنه لما جاءته البشرى وبشروه
بالمولود ومن وراء إسحاق يعقوب. تعجبت زوجه قالت يا ويلتا آلد يعني أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لا نتعجب من قدرة الله ومن أمره، فهو إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون. وهكذا أحقق الله له البشرى وأنعم عليه بهذا الولد. فلما أنعم عليه وفرح به واستبشر به قال له اذبحه. هذه هي القضية، هذا هو البلاء، هذا هو الامتحان، هذا هو الاختبار. هل يستطيع إنسان يقاوم هذه العاطفة الأبوية، خاصة أن المولود لم يرزقه إلا بعد كد وانتظار وبحث ودعاء وتوسل والتجاء إلى الله. يقول له اذبحه، وتأتيه الرؤيا ويجيه الوحي مناما، ووحي ورؤيا الأنبياء وحي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني كيف ستكون ردة الفعل هذا الولد المبارك الذي هو الذبيح الذي سيسلم نفسه للذبح؟ ماذا ترى؟ فوان شبابه أنا ذا، وهو في نعم عز الشباب وقوة الشباب والشباب المقبل على الحياة والطموحات والآمال والأحلام. ماذا ترى؟ قال يا أبتي، لم يتردد ولم يقل له إن هذه أضغاط أحلام وأنك خرفت وأنني دع لي فرصة أفكر وأني أشاور نفسي. لا، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن الامتثال من الأب الشيخ، والرضا والقبول من الشاب الفتى. فاستسلما لأمر الله وقضاء الله، وضحى الشيخ العجوز بفلدة كبده تضحية. هل فينا من يضحي بشيء ولو يسير لإرضاء رب العزة سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال مفتوح، هذا هو السؤال. ولذلك القصة حين يتلوها علينا ربنا سبحانه وتعالى من أجل العبرة، من أجل أن نتعلم منها. يقولوا لنا انظروا إلى هؤلاء السادة الكبار كيف وصلوا إلى رضا الله وإلى ما يحب الله عن طريق خصال. أتستطيعونها؟ إذا كنتم تستطيعونها فهل ضحيتم يوما ما حتى بالردائل وبالشهوات التي تطغى عليكم؟ هل ضحيتم بكبريائكم؟ هل ضحيتم بأنانيتكم؟ هل ضحيتم بغروركم؟ هل ضحيتم بالحسد والحقد والضغينة وإذاية الخلق؟ هل ضحيتم بشيء من هذا؟ هل ضحيتم بأوقاتكم في قيام الليل وفي حفظ القرآن وفي تعلم القرآن وفي تدبر القرآن؟ هل ضحيتم بشيء من هذا من أجل مرضاتي؟ يا عبادي اقرأوا قصة شيخ الأنبياء وانظروا، هو ضحى بفلدة كبده. ولم يكن هذا كلاما، بل عمل. أسلما واستسلما وتل ابنه للجبين، يعني أضجعه للذبح. الفعل دل يقينا على أنه فعلا والرضا كانت التضحية من الأب والرضا من الابن. عند ذاك جاء الفرج، هنا جاء الفرج وجاء الفداء من فوق سبع سماوات. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء، البلاء هو الامتحان. والله تعالى جعل يمتحنون بالخير ويمتحنون بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني شحال من أسرة تضحي
ولا تفسروا لأبنائي هذا. التضحية هي رمز، الأضحية هي فقط رمز، هي سنة رمز، رمز. نعم، نعم رمز يرمز لما ضحى به شيخ الأنبياء أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ننتقل لواحد النقطة لأن الوقت يحاصرنا، هي تتكثر الحمد لله الصدقات في هذه الأواشر، كاين اللي تيصدق بحولي بأكثر، كاين اللي تيصدق بجزء، بقات المسألة ديال هذاك اللي تيتصدق عليه، لأن هناك من يحترف التسول أستاذي الكريم مع الأسف، وهذه ظاهرة أصبحت صنعة، صناعة وظاهرة من الظواهر السلبية التي يسود لها وجه الإسلام ووجه المسلمين، حيث إن الناس يستغلون هذه الأيام الفضائل أو الأيام الفاضلة عند الله عز وجل فيحولونها إلى تجارة، خصوصا المتسولين المحترفين، فيظهرون للناس الفاقة والنصب والاحتيال بجمع ما يمكن جمعه من الأموال، وأصبحت ظاهرة معروفة تستغل دائما هذه المناسبات، سواء مناسبات رمضان، مناسبات العواشر، العواشر مناسبات، هي العواشر جت من العشر ديال محرم، إنها أيام فضائل أو الأيام العشر من محرم. نعم هي كلها أيام فضائل، والعشر الأواخر من رمضان الناس كلهم العواشر. رأيكم للسادة المشاهدين شكون اللي يستحق أنه تقدم له صدقة؟ نبحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافا. نعم. كما جاء في كتاب الله الكريم. نعم. معروف عند المغاربة الحمد لله الجود والكرم الدعم للأسر الفقيرة، ومعروف عليهم التعاون على الخير، هذه لا تناقش، لكن هذا الخير لكي ينفع صاحبه ويكون عند الله مقبولا ينبغي أن يوضع في محله. أنت إذا أردت أن تتصدق أخي الكريم فابحث عمن يستحق تلك الصدقة، هل تضعها في مهب الريح؟ عندك لو سألت وبحثت عنها ستجد الأيتام وتجد الأرامل وتجد الفقراء، وحتى في المقربين أولى، راه كل واحد واحد إلا في الأسرة دياله. صحيح. أبناء عمومة أو أبناء خالة أو كذا غيكون شخص محتاج ما قدرش يمد يده. صحيح. يعني بواحد طريقة تكون جميلة تحفظوا لهذا المتصدق عليه كرامته، لا نهينه ولا نشعره أنه أدنى ولا أنه، ونحسه بالكرامة البشرية التي يشعر بها كل مسلم، وهذه هي الصدقة التي يقبلها الله عز وجل. إذن جزاكم الله عنا خيرا فضيلة العالم جليل، هذه الحلقة فعلا مفيدة واللي تنتمنى أنها توصل لأذهان السادة المشاهدين الأوفياء البرنامج، وكذلك تتفاعل مع قلوبهم ومع كذلك تصرفاتهم وسلوكهم. إذن أحبابي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن إصغائكم، ونتمنى ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه، وكل عام وأنتم بألف خير.